اهلا بيكم في حلقه جديده من مونديال البيزنس. النهارده هنتكلم على الهجوم على قطر، والهجوم على قطر الفتره اللي فاتت بقى عالي جدا، بالرغم ان الهجوم ده ابتدى من زمان جدا، من ساعه ما قطر كسبت البيد لكاس العالم. رشاوي، العمال اللي بتموت، قصه المثليين، الفلوس الزياده اللي اتصرفت، كاس العالم اللي بقى في الشتاء لاول مره بدل الصيف. خليكم معانا في الحلقه دي عشان نعرف ايه اللي حصل وليه الناس بتهاجم وجهه نظري ايه في الموضوع. البدايه كانت في 2010 لما سيب بلاتر اعلن ان روسيا كسبت كاس عالم 2018، والمفاجاه الكبيره قطر كسبت كاس عالم 2022. طبعا الهجوم حصل من الغرب، من انجلترا وامريكا، لان هم اللي خسروا لروسيا وقطر. فطبعا الموجه كانت عاليه جدا في الوقت ده، الدنيا هديت وكان في تشكيك جامد جدا، وفي ناس كانت شاكه او بتشكك في قدره قطر انها تعرف فعلا تعدي بكاس العالم، من اول ان في حاجات غير اخلاقيه اتعملت، لغايه ان في كاس العالم ازاي تعمل في الصيف في قطر، لغايه اما قطر قدرت فعلا باستثمار جامد جدا في البنيه التحتيه وفي الفنادق وفي الملاعب انها توصل انها تصرف 220 مليار في كاس العالم. في الفتره اللي فاتت ابتدى منتخب الدنمارك رافض ان هو او مش هيحط لوجو على التيشيرت بتاعته، عشان مش عايز الناس تشوف ان هم بيعترفوا باللي حصل في كاس العالم، ان عمال كتير ماتت على حسب كلامهم وعلى حسب رؤيتهم. فهم معترضين على كده، كانوا عايزين كمان يلعبوا بتيشيرتات لدعم العمال اللي ماتوا، لكن الفيفا رفضت ان هم يسخنوا بالتيشيرتات دي، وبالتالي هيلعبوا بس بالتيشيرت اللي هي من غير لوجو الاتحاد لاول مره في كاس العالم. بعد كده دخلنا في مرحله تانية بتاعت هاري كين، وهاري كين خدنا في اتجاه تاني خالص، في اتجاه المثليين، ان هو هيدعم المثليين وهيلبس شارة الكابتن لمنتخب انجلترا بدعم المثليين، اللي هو عكس رغبة قطر وعكس المجتمع والتقاليد بتاعت الدول الإسلامية والدول العربية. فطبعا واضح ان في كل شوية في حد بيطلع لنا باتجاه منتخب استراليا، عمل فيديو برضو لحماية العمال. كل الكلام ده الناس ناسية اللي حصل في البرازيل، مفيش حد بقطر معترض. في 2014 انا كنت في البرازيل، كان في مظاهرات جامده جدا في افتتاح كاس العالم في ساو باولو وفي ريو دي جانيرو، اعتراضا على العمال اللي ماتوا واعتراضا على الفلوس اللي اتصرفت في البرازيل في الوقت ده. وطبعا محدش بيتكلم خالص جوه البلاد دي او جوه انجلترا او جوه استراليا، محدش علق خالص على اللي حصل في البرازيل، بس الناس كلها بتعلق على اللي حصل في قطر. فواضح ان في اتجاه معين ناحيه قطر للهجوم. كان بالنسبة لي حاجة مفاجأة ان نتفليكس تنزل دوكيومنتري على الكاس العالم دي. طبعا هي كلها بتقول وبتوجه الهجوم على قطر في حتة في حتة في حتة معينة ممكن الناس تبقى تتفرج عليه، بس هو كله ماشي ناحية حاجات غير اخلاقية اتعملت من قطر عشان تكسب كاس العالم ده. قطر بقالها اكتر من سنة الملاعب جاهزة، الملعب بتاع 974 اللي كله اتعمل من كونتينرز اللي هو هيتفك ويتحط في دول نامية او دول محتاجة النوع ده من البنية التحتية او النوع ده من الاستادات. فوجهة نظري ان الهجوم اللي بيتعمل عليهم ده من منتخب استراليا، من اللعيبة اللي طلعت تشتم او طلعت تهاجم قطر بسبب العمال او بسبب قصه المثليين، بقت جامده جدا في الوقت اللي فات. وفي لعيبه ثانيه زي هندرسون بيهاجم ان كاس العالم بيتعمل في الشتاء، بالرغم ان ده لو كانت اي بطوله ثانيه معموله من دوله اوروبيه كان الناس كلها تدعمها وكانت الناس كلها تحترم الرولز او القواعد بتاعتها جوه البلد او بره البلد. تابعونا في الحلقات الجايه عشان هنشوف ايه الاستثمار اللي قطر حطته والفلوس اللي هترجع لها هتبقى عامله ازاي. قولوا لي رايكم، هل قطر تستاهل الهجوم اللي عليها ده؟ هل قطر تستحق تبقى اول دوله عربيه تنظم كاس عالم؟ هل قطر هتنجح في تنظيم كاس العالم؟ سيبوا لي رايكم في التعليقات، وخليكم معانا في نجم جامد جدا هيبقى في النص الثاني من الحلقه. كابتن شريف، شرفني وجودك معايا. انا اللي اسعد ومبسوط اني معاك النهارده حبيبي ربنا يخليك. هنسالك كده كام سؤال خفيف. طبعا. اول كاس عالم اتفرجت عليه اللي هو كان 86، بس انا ما كنتش جيت لسه، يعني كان 3 سنين تقريبا، بس اتفرجت عليه. لما عينيا بدات تفتح بقى على الكوره، بتتكلم في 5 سنين، طبعا بدات اركز قوي، وكانت دي بدايه تالق مارادونا. فدي بدايه
ارجنتين طبعا وبرازيل الاثنين مع بعض. انت عامه مع بعض؟ اه يعني غريبه جدا دي. لما بتحب لعيب قوي تركز معاه، انما انا اصلا بشجع البرازيل. اصلا بشجع البرازيل بس كنت بشجع بيقولي اكتر المنتخب البرازيلي يعني. اوكي توقعاتك البطوله دي مين ياخدها؟ انا شايف ان كله عمال يرشح الارجنتين، وفي طبعا البرتغال عندهم سكواد رهيب، كم لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه جامده جدا. في دايما المدرسه الهولنديه بتقدم كره جميله بس دايما ما بتاخدش البطوله، دايما توصل فاينل وما بتاخدش يعني البطولة. مين في السيمي فاينل؟ اعتقد ان هو الارجنتين هتروح بعيد، هتوصل. المنتخب الالماني تقريبا هيبقى متواجد بشكل كبير، والفرنسي برضه. يعني هو برازيل وفرن برازيل وارجنتين في ثلاثه يعني هيبتدوا يروحوا يعني. انا والبرازيل هيبقى ليه تواجد برضه. فتتوقع الفاينل يبقى فيه مثلا ممكن يبقى اعتقد ممكن فرنسا وممكن الارجنتين. فرنسا وارجنتين والبطل يبقى فرنسا تاني تحتفظ باللقب؟ اعتقد ممكن فرنسا لان الارجنتين بيبقى عندهم سوء توفيق دايما في النهائيات. اوكي طب نسخه كاس العالم المفضله ليك؟ احلى كاس عالم اتفرجت عليه؟ هو المعاد تقريبا، هو في 86 وفي 90، الاثنين دول جامدين جدا. هما دول اكتر اثنين، دول اكتر حاجه بالنسبه لي. اوكي لو في جيل معين من كاس العالم كنت عايز تلعب معاه هيبقى مين؟ في اي منتخب في العالم؟ اي منتخب؟ في اي منتخب في العالم؟ اعتقد المنتخب البرازيل، الجيل الرهيب طبعا بتاع، انت بتتكلم في رونالدو و 94 و... ولا 2002؟ لا 2002 رونالدو كان صغير لسه. لا 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 كان روماريو وبيتو. 2002 بتتكلم فكان في كاكا وادريانو وكافو وكارلوس ورونالدينيو ورونالدو، حاجات كتيره كده. مجموعه رهيبه يعني. طيب لو هتلعب في كاس عالم في تشكيله منتخب مصر، مين الجيل اللي تختار تلعب معاه في كاس العالم؟ ناخدهم طبعا من ال، اختار جيل واحد. جيل واحد 90 تلعب مع ممكن جيل 90 ونضيف نعمل شويه اضافات. لا يعني مفيش اي اضافات. هو نفسه هو ده اصل طبعا كان فيه لعيبه، خلي بالك كل جيل طبعا وليه وقته وليه. بس مين كان نفسك تلعب معاه؟ حاسس طريقه لعبك هتبقى قريبه منه؟ لا هو اعتقد ان الجيل بتاعنا افضل زي ما انت زي ما احنا كده، بس نخش مع المجموعه بتاعتنا. حلو. بس ممكن نضيف صلاح معانا. طب لو كنت مكان زيدان في 2006 وماتراتزي عمل اللي عمله معاك كنت هتعمل ايه؟ هتضربه وتطرد وتخسر فرقتك ولا كنت لا دي صعبه قوي دي لا ده اهم شويه دي محتاجه ان انت بتبقى بتحكم قوي في، المفروض بتتكلم في لعيب كبير زي زيدان اكيد تعرض للمواقف دي كتير جدا، فمحتاج اكتر ان هو يبقى فيه كنترول على نفسه اكتر من كده. انت لو كنت مكانه؟ لا صعبه مش عارف، لان احنا ساعات بنخرج عن شعورنا قوي في الجيم، لان يعني دايما بيبقى في حاجات استفزازيه بين اللعيبه وبعض. واكيد هو طبعا يعني مترجم. انا كمان لما كنت بلعب مدافع انا كنت دايما بيبقى في احتكاكات خارجيه اكيد الحكم مش هيشوفها، لان احنا دايما بحاول اخرج الخصم بره تركيزه باي طريقه باي وسيله، بخبطات بقى بكلام بس. يعني الواحد الحمد لله عمره ما تلفظ يعني مع حد. ايوه فكنت ما كنتش هتعمل حاجه، كنت هتعديها. لا كنت ممكن اعديها يعني. كنت هتستنى بره؟ هتستنى بره بقى، هياخدها هياخد سبليكس بره. دي سبليكس بره. طب لو كان جالك فرصه مارادونا في 86 تلعبها بايدك؟ هلعبها ونص. صح؟ كنت هتعترف؟ بعد البطوله بعد البطوله بعد البطوله. انت عارف ان الكوره دي يعني دايما كره القدم هي مبنيه على الخدع والمهارات، مش خدع ان انا اخدعك ان انا اضحك عليك، لا هي اللعبه معتمده اكتر على ابتكارك نوع من انواع المهارات والخدع وطريقه الوقعات بتاعتنا ازاي. يبقى انت كده ضد الفار؟ ماليش دعوه خلاص بقى، ما انت الفار حتى دلوقتي مش فير يعني. الدوري الانجليزي الواحد بيشوف حاجات غريبه يعني. صح انا جدا. انا الدوري الايطالي رهيب. انا من الناس اللي ضد الفي ار يعني. ده حقيقي يعني انت طالما في كوره كان فيها حاجات كتير ما كانتش هتبقى موجوده. طالما الفار موجود اديني بقى حقي 100%. صح ده مش موجود. طب لو انت مكان باجيو كاس 94 لما وحطيت الكوره بره الملعب طلعت بره لوس انجلوس الساعه بتاعت اما يبقى لعيب زي روبرتو باجيو ضيعها بالطريقه دي بتبقى مدمره يعني. اعتقد ان هو بعد كره القدم هو قعد في الريف في ايطاليا وقال لك انا استمتع بحياتي. قال لك انا بستغرب جدا من الناس اللي لسه مستمره في انها ازاي بعد ما بتبطل كوره بيشتغل في الاعلام او يبقى مدرب. انا مش مصدق، هو مستغرب يعني. موقف صعب جدا. لا لان احنا الكوره برضو احمد احنا
عايشين في ضغوط ضغوط كبيره جدا. فلما بتبطل كوره بتبقى عايز تبعد باي طريقه. بس طبعا احنا يعني الكوره حياتنا فلازم نبقى موجودين. لو ضرب الجزاء توصل مصر كاس عالم زي بتاعت صلاح والملعب فيه حسام حسن واحمد حسن وصلاح، تاخد الكوره وتروح تشوطها اخر دقيقه توصل مصر كاس عالم زي بتاعت كونغو؟ لا اكيد لا، يعني مش هتاخدها. استحيل تاخد الريسك. طبعا لا. هتخاف تاخد الريسك؟ هخاف طبعا، لان انت في ناس مسؤوله وبيبقى يعني لو انا رقم واحد في انا اللي بشوط ممكن اكون اوكي، انما بس انت كنت بتشوط بلنتيز كويس. كنت بشوط بس وما كنتش بتضيع كتير. ما كنتش بضيع، بس هي في ناس يعني ما يبقى عندك واحد صلاح، واحد رقم واحد في ليفربول، واحد رقم واحد في منتخب مصر، احمد حسن نفس الكلام. صلاح ضيع في ماتش السنغال. ضيع بس كان ليه اسبابه يعني، خلينا نعتقد كده. بس دي الناس كلها بتضيع بالظبط. يعني موقف صلاح بالذات انا اتضايقت جدا، حتى كلوب اتكلم عليه بشكل مباشر، يعني قال لك ازاي ده ما ينفعش في الكوره، كم الليزر اتسلط عليه يعني. فدي اثرت بالسلب عليه بشكل كبير اكيد. طب لو ماتش، فاكر ماتش فرنسا وايرلندا تيري هنري لما حطها بايده انت ودافع ايرلندا، هتتصرف ازاي؟ انا اروح ممكن اموت الحكم وال مش هتمسك اعصابك بقى. انا طلعت بره كاس العالم ما فيهاش هزار، يعني دي كارثه. فهي كور كتير يعني بتخلص. انا مش هخلي الجيم يتلعب، لازم نقف نعمل ستوب. لازم يبقى. وبعدين الحكم الراي كان فين؟ ده بعدين ده باينه للي ما بيشوفش، يعني مش محتاجه بقى ولا فار ولا ده، عملها كده فكرني بتاعت مايكل انرامو في مباراه الترجي هناك واحنا في 2010. انت عارف احنا حصل فينا موقفين فظاع ورا بعض بركات الطرد بالظبط بعد ربع ساعه، الحكم ما خليناش نلعب دقيقه. انا فاكر حتى بركات متضايق ان هو الطرد بسبب الفاول بتاعي يعني. انا اصلا كنت قدام المدافع الفرود وخدت كوره مسكني عاملني كده والحكم حسب عليا انا، فبركات نفسه بركات اتعصب فراح بيتكلم بس مع الحكم قال له احمر. هو كان باين الحكم. لا الحكم باين الحكم توقف بعديها. انا طبعا بحترم كل الناس اللي هي بتبقى في بالذات في مجال الكوره، ولكن في حاجات كده بتبقى واضحه سوري يعني للاعمى يعني. صح. نرجع تاني لكاس العالم السنه دي، اكتر لعيب ممكن اكتر واحد هيبقى مؤثر مع بلده في كاس العالم او مع المنتخب بتاعه كاس العالم 2022؟ انا شايف الضغوط هتبقى كبيره جدا على ميسي، لان هو مطالب ان انت وهو نفسه عايزها والناس كلها، وكريستيانو بقى هو الضغوط عليه اكبر دلوقتي بعد الحمله اللي حصلت مؤخرا. اوكي. ايه رايك في التنظيم القطري؟ شايف ان قطر استعدت بشكل كويس؟ انا شايف ان ده هيبقى احسن تنظيم لكاس عالم على مر التاريخ، ولان هي بلد 22 مليار يعني تكلفه عمرها ما حصلت في التاريخ تقريبا يعني. صح. تقريبا انت رايح ومفضيين البلد كده كده للناس كلها، وانا عارف ان دلوقتي ممنوع سير السيارات اصلا، البلد كلها فاضيه للناس للسياح للناس القادمين، يعني تقريبا على اتم استعداد ان ده هيبقى احسن تقريبا كاس عالم منظم ان شاء الله. كاس عالم اللي جاي 48 فريق، حاسس ان هو هيفقد النوع المنافسه الجامده بتاعته تقريبا من كتر المنتخبات اللي هتخش، لان خلاص هم 48 منتخب تقريبا هيبتدوا يخشوا. فدي هتبقى انا شايف انها هتبقى هي فرصه كويسه بالذات لينا احنا يعني. خلاص احنا مفيش كده يعني لو ما دخلناش. لو تفتكر تاريخيا في 90 كانوا منتخبين وصلنا بعد كتير. طبعا مع كده ثلاث منتخبات ما وصلناش، وكانت بتيجي بدعاوي زمان. انا تقريبا اول كاس عالم كان في اوروجواي تقريبا من 35 اتعمل لمصر دعوه رسمي، بس احنا ما رضيناش نروح. مصر اول كاس عالم راحته كان 1934، اتعمل لنا دعوه بس ما رحناش بسبب ان بعد المسافه. رحنا 34 كانت بتجيلها اللي هو احنا مدينا نص مقعد في كاس العالم. صح. وبعد كده القاره الافريقيه قدمت شكوى وادونا مقعد كامل، حاجات كده يعني. اخر سؤال يا كابتن، جون مع المنتخب يوصلنا كاس عالم ولا جون يكسبك تشامبيونز ليج اوروبا؟ لا كاس عالم. كاس عالم. كاس عالم. كاس عالم عشان مصر. كاس عالم عشان بلدنا. يعني نفسنا نروح يعني كاس عالم. شرفتنا يا كابتن. متشكر يا عماد، كنت مبسوط جدا معاك. ميرسي جدا. ان شاء الله ان شاء الله مع بعض كتير ان شاء الله. ربنا يخليك. متشكر قوي. شكرا.